واصلت مديرية الصحة بدمياط فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة دمياط. وكانت المبادرة قد بدأت في 25 من يونيو الماضي، وواصلت عملها خلال أيام عيد الأضحى والإجازات، حيث أكدت مديرية الصحة بدمياط أنه تم تنظيم قافلة مشتركة بالتعاون مع الشباب والرياضة في مركز شباب ساحة دمياط للكشف عن المواطنين بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه. النهارده بنقدم خدمات مبادرة 100 يوم صحة بمراكز الشباب، اللي هي بتقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي عن مبادرات الرئاسية، ونتكلم عن الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية زي الرئة والبروستاتا وعنق الرحم وسرطان القولون. الحملة بتقدم خدمات توعية وتثقيف صحي. الحملة بتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. الحملة بتساعد على تحسين صحة المرأة والوعي اللي عند المرأة بالأمراض والكشف المبكر عشان نتجنب حدوث أي أمراض لا قدر الله. المبادرة دي بتقدم خدمات كتيرة للمواطنين عشان نطمن عليهم ونتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والاعتلال الكلوي، ودي بيتعمل لها فحوصات معانا في فريق مخصص لفحص المواطنين للأمور دي، وفي فحص برضه للاكتشاف المبكر لمرض السرطان، سرطان الرئة، سرطان الرحم، سرطان المثانة. مجموعة من الفحوصات بتتم عملها للمواطنين، وطبعا الخدمات دي كلها مجانا.